أصدقائي، السلام عليكم. أنا هنا في استوديوهات أم بي إس بحي بالسوالم، كنصوروا البرنامج المداولة، وحنا هنا في الاستوديوهات ونبغي نشاركوا معايا حيت كنصوروا مداولة، شاركوا معنا في هاد هنا واحد من الممثلين المحامين اللي معنا. الله يحفظك، الله يحفظك. تشاركوا وتشوفوا معايا الاستوديو من الداخل كيفاش كنصوروا، لان ما كنصوروش في المحكمه باش ما نرونوش القضاء ونخليه يدير خدمته وحنا ما نزعجوهمش. دونك هذا هو الاستوديو، انتم كتشوفوا هالمكان، تشوفوا المكان ديالي ومن البلاصه ديالي كقاضي غادي تشوفوا المنظر اللي كيكون عندي. دابا انتم غديروا راسكم في بلاصتي، هذه هي المكان ديالي وهالمكان اللي كنشوفوا في المحكمه. دونك الاستاذه احفظ ها هي هنا، تبارك الله عليها كدير خدمه رائعه، وليكيب كلها هنايا. وحنا كنصوروا اليوم من بعد الحلقات اللي غادي يدوزوا ان شاء الله في رمضان المقبل، منهم الغش في البكالوريا. هذا موضوع جديد غادي نطرقوا عليه. وغادي استاذه احفظ تبارك الله عليك. دونك حنا كنصوروا اساسي ليكيب ديالنا، المخرج والممثلين تبارك الله عليكم. هنا في المونتاج وليكيب سكريبت تو بنعظيم في المكياج. هذا اللون الميك اب. كلشي مصوره مع محمد. انا الجميله ديالنا الروعه، ونوريكم اكبر الشاوش اللي دار مع شحال محكمه لما نتخلى عنه. تبارك الله عليك. ابن المخرج الهاشمي بن عمر، ياك معنا كيف العاده القضاة اللي كيكون معايا الحاج دريس والسي الحرصي، وطبعا الجميلات ديالنا اللي غيتا لا غيتا اللي شحال من قضيه تحكمتي فيها. بزاف. انت ما كاسميه ديالك مريم حتى هي شاركات معنا اليوم. تبارك الله عليكم. الكوستيم دونك ما تبارك الله عليكم، طاقم كامل كتشوفوا. وكاين معنا رقاقنا كبير رقاقنا هو مريض مساعد المخرج تبارك الله عليك. احنا خايف واحد من المخرجين الشباب ان شاء الله ياك العالمي. الله يحفظك. في المخرج نقلبوا على المخرج نسلموا عليه. والشباب اللي لعبوا معنا في هذه الحلقات فكروني في السميه. سفيان بوهلال معاد سي معاد عرفتك. مهدي بوخريس مهدي. وبيان سور غادي نكملوا بالمخرج الجميل ديالنا رؤوف الصباحي تبارك الله عليك. الله يحفظك خويا رشيد. الله يحفظك. ميرسي اخويا. ميرسي ا توا دوبي مون ديماراج تو ما سوتني. ميرسي اخويا. الله يحفظك. ابن الرائع الصباحي اللي كنتو كتعرفوه في الاذاعه الوطنيه، تحيه ليه. ميرسي من استوديوهات ام بي اس مداوله.